كل يعني شوية بنشوف ازاي انه الاطباء والعلماء وشركات الادوية بتحاول انها تسارع الزمن في انها تطور علاج يكون فعال ضد فيروس كورونا ويكون قادر على احداث تغيير جذري في اساليب السيطرة على الفيروس، وخاصة ان احنا بنشوف ازاي انه كل شوية بيكون في يعني متحور جديد للفيروس. في الأيام اللي فاتت شفنا إزاي إنه تم الإعلان من أكتر من جهة عن أدوية في صورة أقراص ممكن إنها تسيطر على هذا الموضوع، يعني شفنا دواء من شركة ميرك الأمريكية لصناعة الأدوية بتتكلم عن دواء يمثل انفراجة في العلاج من كورونا نظرا لقدرته في إن هو يعمل على خفض احتمالات الوفاة أو ضرورة النقل إلى المستشفى لنسبة كبيرة من الناس الأكثر عرضة للإصابة بالأعراض الحادة لكورونا. شفنا كمان فايزر وهي بتتحدث برضو من أيام عن أقراص ممكن تكون برضو فعالة في هذا الموضوع وتكون بتشتغل على نفس هذا الإطار. احنا معانا دكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوباء، أنا هتحدث معه بأكثر تفصيلا في هذا الموضوع. دكتور إسلام أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، مساء الخير استاذ ساره. هل مع هذا الاعلان من الشركات المختلفه احنا ممكن نكون بنقرب بالفعل من علاج يكون مستدام اكتر او له شكل مختلف عن الطرق والاساليب اللي احنا بنتعامل بيها؟ ده حقيقي يعني، والمقدمه بتاعت حضرتك فيها نقطه مهمه جدا، لان هو فعلا احنا يعني بقالنا كتير بنتكلم ان احنا ما عندناش ادويه مضاد للفيروسات جيده وفعاله، عشان ما كانش في تمويل عموما لادويه الفيروسات زي ما كان في تمويل للقاحات. فحاليا طبعا هو الدواء بتاع ميرك او ام اس دي اللي هو ميرك شارب اندوم بما تسمى يعني في بره امريكا، حاليا بعتوا النتائج للمرحله الثالثه للاف دي اي. فايزر وروش هيبقى عندهم دوايين برضو لسه ما قدموش الفايل، بس خلينا نتكلم اكتر توسع عن دواء ميرك او ام اس دي. هو عموما الادويه المضاده للفيروسات هي بتتاخد للشخص اللي هو جاله اوريدي الفيروس وجاله المرض وابتدى يخش في اعراض بقت اكتر من اعراض خفيفه، مش مايلد، ابتدى تخش من مايلد ل مودريت او متوسطه. هو بتاخد زي ما اتفضلت كده اقراص مرتين في اليوم لمده 5 ايام. هو بيعمل يعني زي ما نقول ايرور، زي الايرور بتاع الكمبيوتر كده في التكاثر بتاع الفيروس. هو الفيروس طبعا لما يخش جسم الانسان يبتدي يتكاثر، هو بيخش يبوظ الكود بتاع التكاثر ده بحيث ان هو لما يتكاثر يتكاثر بطريقه خاطئه فيبتدي يختفي. اتاخد في التجارب بتاعته ل 755 شخص في التجارب واتقسموا، نصهم اخد الدواء والنص الثاني ما خدش الدواء، بنسميه بلاسيبو. اللي خدوا الدواء واللي هو اسمه مليون برافير، اللي خدوا مليون برافير 7% بس منهم اللي احتاجوا مستشفى ومفيش حتى وفاة. النسبة الثانية 14، فبالتالي هو قلل النسبة للنص، يعني نص الناس احتاجت انها تخش مستشفى والوفيات كانت قليلة. طبعا ده كويس لان احنا دايما كان عندنا نقص في البروتوكول، وعندنا حتى لو ما عندناش نقص عندنا ادوية موجودة، ادوية غالية جدا اللي كانت بتتاخد في المستشفيات. هو حاليا الكلام على ان يبقى مبلغه في حدود 700 دولار، فطبعا ده مبلغ كويس جدا. 700 دولار يعني في حدود 11000 جنيه، ده طبعا هيبقى في امريكا. طبعا احنا في مصر دايما بناخد اسعار مخفضه عن كده يعني. طيب دكتور اسلام، هل ده معناه انه هذه الادويه ممكن انها تغني عن اللقاحات، ولا ده موضوع يسير جنبا الى جنب مع الموضوع الثاني، مع موضوع اللقاحات؟ دي نقطة مهمة، لأن هو أول ما ابتدوا يعلنوا فعلا عن الدواء الأسهم بتاعت ميرك عليت 9%، وأسهم كل شركات اللقاحات زي فايزر وموديرنا قلت. الناس يعني دايما بتروح في الاتجاه ده، يعني خلاص مش هناخد لقاحات، بس هو يعني جاب فعلا الحقيقة يعني لا، هتستمر طبعا في لقاحات، لأن اللقاح ده حاجة وقائية بروفيلاكتيك وبروتكتيف، ما ينفعش إن أنا أستغنى الدواء. هو الدراسات اللي بتعملها ميرك في المرحلة اللي جاية إن هم بيشوفوا إزاي ممكن يتاخد بروفيلاكتيك، يعني يتاخد وقائي. يعني زي لقاح. مثلا يعني زي ما اكون باخد لقاح الانفلونزا الموسميه ومع ذلك برضو ممكن اخد ادويه بعد كده لو حصل اني اخدت دور الانفلونزا. مش هيغني عن ده، مش هيغني عن ده، وهتستمر اللقاحات طبعا موجوده. هو في دلوقتي كذا تجربه للناس اللي ما بينفعش تاخد لقاحات. طبعا في ناس عندهم مشاكل معينه وموانع ان هو ياخد لقاح من الاصل. هم دول اللي بتحاول تعمل لهم حاليا تجارب سريه، سواء على دواء الاسترازينيكا لسه هينزل السنه الجايه، او دواء ميرك نفسه او ده بتاع فايزر، ان هو يتاخد بصوره وقائيه. لكن لغايه ما ده يحصل الناس كلها هتحتاج طبعا لقاحات. ده مش هيغنى عن لقاحات، اي حد مسجل لقاحات ما يبقاش فاكر ان هو لا انا هستنى وهاخد دواء، لان عموما هو برضو ده بيتاخد للناس اللي وصلوا لمرحله متوسطه يعني، فده برضو
حد جاله اعراض. طيب متوقع انه الادويه دي يتم طرحها امتى وتكون متداوله امتى؟ طب هو الفايل لو اتكلمنا عن دواء ميرك المونيبريفير، هو اتقدم خلاص الفايل بتاعه للاف دي اي، فده معناه ان احنا ممكن في غضون اسابيع مثلا يكون الموافقه حصلت. هو ميرك اوريدي بتنتج دلوقتي حاليا 10 مليون جرعه، المفروض يخلصوا على نهايه 21، وامريكا هتاخد منهم 2 مليون، واوريدي اتفقوا على مصنعين في الهند يصنعوا لبقيه العالم، يعني يصنعوا لدول العالم الثالث والشرق الاوسط وافريقيا. فبالتالي احنا متوقعين ان غالبا يبقى موجود في المنطقه عندنا في حدود الربع الاول من 2022، وطبعا بثمن اقل بكتير، دايما الثمن اللي بينزل في امريكا بينزل اقل منه في مصر. هل في اي جديد عن متحورات كورونا في الفتره الاخيره؟ ما فيش، اللي تم تسجيلهم هو اللي تم تسجيلهم، يعني لم يتم تسجيل اي متحور جديد على التسعه اللي موجودين في جدول منظمه الصحه العالميه، اللي هو منهم اربعه تحورات مقلقه اللي بيسموها اوف كونسيرن، اللي هو الفا وبيتا وجاما ودلتا. غير كده ما فيش اي تحور جديد، بس طبعا احنا دايما متخوفين من اللي ممكن يحصل بعد كده، يعني السرعه في اعطاء اللقاحات هي اللي هتمنع ان يطلع لنا متحور جديد. فاتمنى باذن الله يعني العالم كله يسرع عمليه التلقيح انها تتم في غضون الثلاث شهور الجايين، بحيث نخش السنه الجايه على الاقل في نسبه خصوصا في افريقيا اعلى من 20%، معظم دول افريقيا اقل من 10%. يعني طبعا يعني بنتمنى السلامة للجميع، وبنتمنى انه خطوات العلاج دايما تكون سابقة اي متحور جديد يظهر من كورونا. بشكر حضرتك دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الاوبئة، شكرا لوجود حضرتك معانا.